السلام عليكم، معكم عبد المجيد بغطاس. في هذا الفيديو نتعرف على النوع الثاني من التيار الكهربائي، وهي الكهرباء الديناميكية كورون ديناميك، والتيار المستمر كورون كونتينيو. مثلما تعرفنا في الفيديو السابق على الكهرباء الساكنة كورون ستاتيك، في هذا الفيديو نتعرف على النوع الثاني وهو الكهرباء الديناميكية كورون ديناميك. والكهرباء الديناميكية تنقسم بدورها إلى نوعين: تيار متغير كورون فاريابل، وتيار مستمر كورون كونتينيو، الذي سوف نتعرف عليه أيضا في هذا الفيديو. لكن ما هو التيار الديناميكي؟ كالإيه لو كورون ديناميك؟ هو الكهرباء التي تبقى لوقت طويل، هي تحرك الإلكترونات لمدة طويلة من الوقت، ليست كهرباء لحظية بل دائمة، نستطيع استغلالها عكس الكهرباء الساكنة. أما الصنف الأول للكهرباء الديناميكية وهو التيار الكهربائي المستمر كورون كونتينيو، ونرمز لها بالفرنسية بحرفين سي سي، الأول اختصار لكلمة كورون والثاني اختصار لكلمة كونتينيو. أما بالإنجليزية نرمز لها بحرفين دي سي، الأول دي اختصار لكلمة ديريكت المستمر، وسي اختصار لكلمة كورون. لا نستطيع التحدث عن التيار المستمر كورون كونتينيو إلا بوجود جهد كهربائي مستمر، سي اون اين تونسيون كونتينيو. لكن ما هو الجهد المستمر؟ La tension continue est une tension qui garde le même signe et le même valeur au cours du temps. يعني أن الجهد المستمر هو جهد له نفس القيمة ونفس الشحنات ثابتين مع مرور الزمن. لنأخذ أمثلة عن مصادر الجهد الكهربائي المستمر: أولا بيل، ثانيا باتري، ثالثا جينيراتور دو تنسيون كونتينيو، مولد جهد مستمر. وكل هذه الأمثلة لها قطب موجب وقطب سالب ثابتين لا يتغيران مع مرور الزمن. إذن ما هو التيار المستمر؟ كالإيه لو كورون كونتينيو؟ سي لو فلويد ديز إلكترون سيركولون كونتينيوليمون دون اون سول ديريكسيون. يعني التيار المستمر هو انتقال الإلكترونات في اتجاه واحد ثابت بنسق مستمر. لنقوم بتجربة ونأخذ دارة كهربائية مزودة بمولد جهد مستمر جنراتور دو تنسيون كونتينيو. نلاحظ أن الإلكترونات تنتقل من القطب الموجب إلى القطب السالب في اتجاه واحد لا يتغير، يعني وجود تيار كهربائي في اتجاه واحد بقيمة ثابتة. نقوم بنظرة مجهرية للسلك الكهربائي ونلاحظ انتقال الإلكترونات من السالب إلى الموجب بسرعة مستقرة ومتناسقة، كل الإلكترونات لها نفس السرعة، يعني أن قيمة التيار الكهربائي ثابتة، وبالتالي تم تحقيق الشرطين الأساسيين للتيار المستمر إلا وهو الاتجاه الواحد والقيمة ثابتة مع مرور الزمن. لنتعرف الآن على شكل التيار المستمر. كما قلنا أن التيار المستمر مرتبط بالجهد الكهربائي المستمر، وذلك برسم منحى، وهذا المنحى يجب أن يكون بمعيارين: المعيار الأول وهو المستقيم البرتقالي، وهو الذي يعبر عن الزمن الوقت، وهو مدرج من واحد ثانية وصولا إلى 10 ثواني دو إن سيكوند أدي سيكوند. أما المستقيم الثاني بالأخضر هو يعبر عن الجهد الكهربائي، وهو مدرج من 1 فولت إلى 6 فولت. ونلاحظ أن المستقيم الأزرق متوازي مع مستقيم الوقت، وبالتالي فهو مستقر وثابت القيمة. وبهذا نصل إلى ختام الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة.